طبعا اول شيء امسي عليك وعلى الجميع. الجمعيه العموميه الحمد لله كانت ناجحه. حوالي تقريبا هذه اول مره نسوي جمعيه يعني في وقتي انا. حوالي اكثر دعوات الى اكثر من 800 شخص. طبعا حضور كبير، اسئله كثيره، في تساؤلات عن طبعا المبادرات اللي قاعد يسويها نادي الاتحاد فيما يخص طبعا الفريق الاول، الالعاب المختلفه، واهمها طبعا اللي احنا كنا متميزين في الموسم اللي فات اللي هو الحوكمه. فان شاء الله احنا ماشيين على قدم وساق، وان شاء الله هنحاول بقدر الامكان نستمر على العمل المؤسسات المستدامة، يعني هذا هو أهم شيء إحنا دائما شغالين عليه. دائما الأمور المالية تذكر في الجمعية، إيش ما يخص الأمور المالية في نادي الاتحاد؟ طبعا هذه تخص موضوع طبعا الايرادات، انه كيف راح نحاول انه احنا نحسن ايرادات النادي. في خطط حاطينها، مبادرات تجاريه وتسويقيه شغالين عليها، شفنا بعضها يعني ترجم الى ايراد فعلي، اللي هي تتضمن طبعا الايرادات المستقبليه القادمه فيما يخص بعض المبادرات اللي فعلناها زي متجر النادي، وان شاء الله القادم حيكون متحف النادي. ففي اشياء شغالين عليها راح ترى النور في المستقبل القريب ان شاء الله. دائما انه يتردد دائما انه في شركه محليه راح تكون راعية لنادي الاتحاد وراح تدخل مبلغ كبير في نادي الاتحاد، هل هذا فعلا قريب او انه غير صحيح؟ اللي اقدر اقول لك اياه، احنا شغالين على اكثر من راعي، وان شاء الله في المستقبل القريب جدا حتسمع ان شاء الله عن راعية قادمة.